اتصال أيضا عبر الهاتف من دبي دكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا بك دكتور. نعم مساء الخير الإعلامية والصحفية المتعلقة دائما. الله يخليك. سلام دكتور. يعني إذا شاهدت التقرير اتصال مستمر يبدو أنه بين رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم والمدعو علي سلمان، يعني كيف ترى أثر هذا التقرير على سير الأزمة القطرية الآن؟ حقيقة على فكرة أنا متابع جيد، تابعت الأحداث البحرينية من بدايتها 2011، كما تابعت حتى السلسلة اللي بثها الأستاذ سعيد الحمد حقيقة في برامجه، وكشفهم مباشرة بالصور وبكل ما قاموا به في الدوار حقيقة وإعلان جمهوريتهم وغير ذلك. نعم. يعني هذه الأشياء أحداث، يعني كفيلم متكامل مر علينا، يعني شاهدنا أحداثه. في حقيقة الأمر لا يمكن، يعني إذا نظرنا للأحداث التي حدثت في الدوار حقيقة والقتل والتآمر على رجال الأمن، وأضف إليها يعني الأربع سنوات التي حقيقة صبرت فيها البحرين على هؤلاء الإرهابيين. نعم. لابد هذا يؤكد لنا أن هناك أطراف خليجية أو أطراف بالأحرى خارجية تدعم هؤلاء، فهؤلاء لن يستطيعوا أن يقوموا بهذا الإرهاب الذي قاموا به. فحقيقة والخطب أيضا التي كان يلقيها عيسى قاسم وأيضا علي سلمان بالتأكيد يعني خطب نارية، خطب يعني انقلابية، واستمرت حتى بعد الأزمة. يعني واحد يتكلم بهذه الجرأة مثل علي سلمان ويقول يعني خليل المرزوق هو يجب أن يحصى رئاسة الوزراء. نعم. من أنت يعني حتى تعين وتغير وتبدل؟ في حقيقة الأمر يعني هذه خطوات انقلابية متكاملة. نعم. تحدثنا عنها اليوم. نعم. حقيقة في تغريدات قبل ما أرى المقطع. طيب دكتور. حقيقة. أيوة. لكن قلت يعني هذا الانقلاب واضح بأن يكون عيسى السلمان بمثابة هو الولي الفقيه و علي سلمان هو الحاكم. طيب دكتور خالد المرزوق هو الرئيس. دكتور هذا تآمر واضح لإسقاط نظام. طيب ودولة. دكتور خالد، يعني كيف تنظر لرئيس وزراء دولة شقيقة، دولة تعتبر من المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي، وبحسب الاتصال يتكشف لنا أنهم يتواصلون مع الإرهابيين؟ يعني شيء عجيب لما يكون رئيس وزراء يتواصل مع الإرهابيين ويكون أيضا مستشار الحكومة، مستشار أمير قطر يتواصل مع الإرهابيين. هذا يدلنا دلالة تامة على أن كل الأحداث وسقوط الأنظمة التي حدثت سواء كان ذلك في تونس أو في ليبيا أو في مصر، أن التآمر مدبر، وأن هذه الفئة وغيرهم بما فيهم حمد بن خليفة هم من أدار العملية. وأنا قلت من البداية أن أصلا أهداف انقلاب 95 هو لتأسيس شرق أوسط جديد، والدولة الممولة هي قطر ومن خلفها إيران وتركيا. واليوم الدور التركي والإيراني بدأ لنا واضحا في انحيازها التام حقيقة مع القطر ومع هذه الفئة الضالة. فحقيقة يعني اليوم يتعرى النظام القطري الذي يقود من الخلف الحمدين ويقود والصورة في الواجهة هو تميم، اليوم يتعرى بهذه الإثباتات والدلائل الواضحة. وأنا أتمنى من دولنا الخليجية مع مصر أن تقدم كل هذه الوثائق أدلة لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. فحقيقة هذا تآمر كامل لإسقاط الأنظمة،
ليس المقصود فيها فقط البحرين، وإنما المقصود فيها كذلك المملكة والإمارات. ونحن نعلم التنظيم السري عندنا في الإمارات الذي حكم وكانت وراءها الدعم الرئيسي هي قطر، وتكشفت وراء خيوط كثيرة يعني من التسجيلات ومن التآمرات، وسيبت لاحقا أيضا الكثير. فلذلك لابد، أنا أعتقد أن هذه الدولة أو هذه القيادة تأخذ جزائها حقيقة. نعم. لا, 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 لا يمكن الوثوق بها، يعني أعطيت فرصة من 2013 و2014 واستمرت، وأنا أعتقد هي كقيادة غفرية غير قادرة على أن تغير نفسها، لأنها جاءت أصلا لتغيير أنظمة الحكم في البلاد العربية، فكيف يمكنها أن تلغي هذا الدور؟ وخسرت عليها أموال كثيرة ما يقارب 65 مليار، وبالتالي هي ستستمر يعني. لا، وأنا أعتقد أن الحل في تغيير هذه الحكومة، وإذا كانت قيادات دول مجلس التعاون تقول بأنها لا تتدخل في الشأن القطري وفي إسقاط النظام وغيره، فأنا أعتقد أن النظام سوف يسقط من الداخل مع هذه المقاطعة التي حقيقة أدت دورها، وأيضا أصبحت واضحة سواء في المجال الاقتصادي القطري وما تعاني. نعم دكتور. واتجاه قطر اليوم إلى صندوق السيادة، وهو صندوق سيادي استثماري للشعب. نعم القطري دكتور. وليس للقيادة حتى تتلاعب لدعم الإرهاب. دكتور خالد القاسمي، المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج، شكرا جزيلا لك.